السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم. مشاهدينا الكرام، اليوم الموضوع سيكون عن الفقر وارتفاع الأسعار في العراق وتأثيره على المواطن العراقي وهو مقبل على انتخابات ينفق فيها المسؤول ملايين الدولارات من أجل الترويج لحملاته الانتخابية ووعد العراقيين بكثير من الوعود المتعلقة بالحياة المزدهرة والاقتصاد والرفاه الاقتصادي وغيره من هذه الأمور التي لم يلمس منها المواطن العراقي أي شيء طيلة 18 عاما من حكم حكومات الاحتلال. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. ماكو بلد ماكو بلد بالعالم يعطي رواتب بقد العراق. تجي نطي احنا رواتب؟ نطي في حدود 4 ملايين ونص رواتب موظفين، مليون ونص مال متقاعدين، تقريبا مليار و200 مال هاي يسمونها المنافع الاجتماعيه، 100,000 امراه ارمله، بطاقه تموينيه، مدارس ببلاش، تعليم ببلاش، كل شيء ببلاش. هاي الفقر هم كذبه. احنا هسه قاعدين نشتغل احنا بالعرفانة حتى نطلع العيشه، يعني علاقه نطلعهم 7,000 دينار، يعني نشتغل بالعرفانة يومين نطلع 7,000 دينار نودي زلم حتى نستقبل احنا لنا مستقبل يكون، واحنا حتى نودي نسوان الكرو 500 دينار ونودي زلم الكرو 1,000 دينار حتى يكون مستقبل لنا. ابكي على مدرستي وادور انا عيشه. هذا الفقر هم كذبه. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية قال إن العراق شهد اضطرابات كبيرة خلال الفترة الماضية، وأضاف التقرير أنه بالإضافة إلى آثار وباء كورونا مع ارتفاع الإصابات بشكل عام في العراق، أثر خفض قيمة الدينار العراقي وانخفاض هطول الأمطار الموسمية عن المعتاد على الأمن الغذائي في العراق. وبين أنه على الرغم من تعافي أسعار النفط مقارنة بالعام الماضي إلا أن الوضع لا يزال غير مستقر في العراق. وأيضا أشار التقرير إلى أن نقص المياه أدى لانخفاض معدل نمو الغطاء النباتي عن المستوى الطبيعي وانخفاض الإنتاج الزراعي، الأمر الذي ساهم في زيادة أسعار المواد الغذائية بالنسبة للمستهلكين. طيب، في خبر آخر، وزارة التخطيط تعلن عن ارتفاع معدل التضخم في شهر آب الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي بنسبة 8%، محذرة من تداعياته على القدرة الشرائية للعائلات الفقيرة ومحدودة الدخل. قالت الوزارة أن التضخم شهد ارتفاعا في معدلاته بعد خفض قيمة الدينار أمام الدولار الأمريكي، مشيرة إلى أن الكثير من العراقيين باتوا غير قادرين على شراء السلع الغذائية والضرورية بسبب ارتفاع الأسعار. أيضا طالبت الوزارة باتخاذ إجراءات للحد من التضخم والمحافظة على الأسعار وتوفير السلع والبضاعة في الأسواق وحماية القدرة الشرائية لدى المواطنين من الانهيار. لماذا وصل حال المواطن العراقي بعد 18 عاما وهو يعيش في بلد من أغنى بلدان المنطقة والعالم إلى هذا الحال من الاختناق الاقتصادي، من ارتفاع مستويات الفقر والبطالة في العراق، من الصعوبة في الحصول على المواد الغذائية والسلع والمنتجات وغيرها بسبب ضعف القدرة الشرائية؟ لماذا يصل حال المواطن العراقي اليوم في عام 2021 إلى أن تصل نسبة الفقر بحسب تقارير الأمم المتحدة والتقارير الداخلية إلى قرابة 50%؟ بل هناك محافظات عراقية ارتفعت فيها النسبة عن أكثر من 50% منهم تحت خط الفقر. لماذا وصل حال العراق إلى أن نرى هذه الأعداد الضخمة جدا من العاطلين عن العمل؟ لماذا نجد الأطفال ينزلون إلى سوق العمل بهذه الطريقة التي نشاهدها دون الحصول على فرصة في حياة جيدة في تعليم جيد؟ لماذا نسمع من هيئة النزاهة في الحكومة أن كل مسؤول أو كل مرشح في هذه الانتخابات ينفق 5 ملايين دولار أمريكي للترويج لنفسه وهذه الحملات الانتخابية التي نراها؟ 5 ملايين دولار، عندما نرى الأرقام وننظر إلى واقع العراقيين المأساوي وارتفاع مستوى الفقر في العراق وننظر إلى قدرة المسؤول على إنفاق 5 ملايين دولار فقط للترويج عن نفسه قبيل هذه الانتخابات، إذن كم يملك هذا المسؤول؟ من أين حصل هذا المسؤول على هذه الملايين من الدولارات؟ والكلام كان من لجنة النزاهة عن كل من يرشح لنفسه ضمن هذه الحكومة أو ضمن هذه الانتخابات
هو ينفق هذا المبلغ. تخيلوا كم مرشح موجود في العراق، كم مرشح قام بإنفاق هذه المبالغ على الصور والدعايات التلفزيونية وغيرها من هذه الملصقات التي ملأت الشوارع في العراق، بغداد وغيرها، وهو يروج عن نفسه دون أن يفهم المواطن العراقي ما الذي يسعى إليه هذا المسؤول، هذا المسؤول الذي لم يحقق شيئا طيلة السنوات السابقة، فما الذي سيحققه في الانتخابات القادمة في السنوات اللاحقة؟ طيب، إذن مشاهدينا الكرام، الحديث اليوم كما قلنا عن الفقر وارتفاع مستوياته في العراق وحاجة المواطن العراقي اليوم إلى المال في ظل غلاء الأسعار، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العراق بسبب خفض قيمة الدينار العراقي وارتفاع قيمة الدولار أمامه، وكذلك فيروس كورونا والذي أثره بشكل كبير على الاقتصاد في العراق، وكان قبل ذلك قد أثر انخفاض قيمة النفط مقابل الدولار بشكل كبير، وبالتالي هذا أيضا أثر على الاقتصاد العراقي باعتبار أن العراق بلد يعيش كمصدر يتجاوز نسبة 95% من اعتماده على وارد النفط فقط دون أي موارد أخرى يمتلكها العراق، في ظل طبعا توقف الصناعة، ضعف الزراعة، وانتشار الفساد بشكل كبير. مركز إيبك الأمريكي لتمكين السلام في العراق قال إن العراقيين شاهدوا حكوماتهم وهي تنفق مليارات الدولارات على الميليشيات غير الخاضعة للرقابة وشبكات المحسوبية لطبقة سياسية راسخة وقطاع عام غير منتج ومشاريع تفشل في كثير من الأحيان بسبب الفساد. أموال العراقيين تذهب إلى الميليشيات وإلى مشاريع وهمية وإلى صفقات فاسدة وغيرها من هذه الأمور، والمواطن ينظر بحسرة على ماله وهو يضيع. أضاف أيضا المركز الأمريكي أنه بحلول عام 2018 وصل العديد من العراقيين لربط الفساد عميق الجذور بنظام المحاصصة الطائفية، مشيرا إلى أن القوة المتصاعدة للميليشيات تنتهك حقوق المواطنين مع الإفلات من العقاب وانهيار الخدمات الأساسية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وهي أزمات جعلت العراقيين يشعرون بأنهم أقل أمانا في منزلهم وأكثر فقرا في سبل عيشهم وأكثر تهميشا لحقوقهم. بعد كل هذا الحديث ولا يزال هناك من يدفع العراقيين للمشاركة في الانتخابات، كيف سيذهب المواطن الفقير لينتخب السارق؟ من هو الشريف الموجود ضمن هذه المجموعة من اللصوص والسراق الذين نهبوا خزائن الدولة العراقية طيلة 18 عاما؟ كيف سيذهب المواطن العراقي ليلطخ إصبعه بحبر الانتخابات والقوائم تغص بالفاسدين وزعماء الميليشيات القتلة واللصوص الذين نهبوا البلاد ودمروها؟ بأي منطق أصلا أن يذهب المواطن لينتخب هذه الوجوه والبلد الآن يسير نحو الانهيار الاقتصادي بشكل كبير جدا وبوتيرة متسارعة للغاية؟ لم يبقى للعراق اليوم أي أمل في ظل هذه الحكومات. معنا اتصال. السيد أبو رعد من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بدي أحكي لك صورتين، صورة قبل الاحتلال وصورة ما بعد الاحتلال، ونفس يصبنا موضوع واحد. طيب. قبل بداية الاحتلال 23 على 24 شهر الثامن 80. بس اسمعني. تفضل. صار محورنا بدرة جصان زرباطية مهران. طيب. المهم دخلنا مهران، لقينا كل بيتين او ثلاثه مسوي لهم ملجأ اللي قريب والحفر جوا على الاقواس ومدخل بين غرفه وغرفه. طيب. النقطه نفس الموضوع، نفس القريه، كل بيت او بيتين يعني اقل ما كتابين او ثلاثه كل بيت، لقينا هذا الكتاب يعني تقريبا مؤلف من 20 إلى 25 ورقة. اي. بصورة الخميني بالبداية بالغلاف. صاعد على الكرة الأرضية. اي. روكية بيدة. الصورة اللي بعد الغلاف بنية ولد شلون لبس المجاهدين خلق عسكريين والتضامن بيناتهم، شعار التضامن، وكله بالفارسي، ما عرفنا الفارس يشكون ماكو بيه. طيب. ناس بس ردت الحكي هذا انه ايران تحتل الخليج الفارسي كله، يعني هاي دول الخليج مو خليج عندهم، دول الخليج
كله تحتله، ومن بعده يحتلون العالم. هاي الزبده مال الكتاب كلها دا طلعت اياها. هسه نرجع للتسعينات، بس اريد باختصار لو سمحت سيد ابو رعد. هي كلها اختصار. بالتسعينات صار مؤتمر مال شيوخ العشائر، كل العشائر بالتسعينات التقى بهم صدام، ومن ضمنهم شيخ ضاري. طيب. شيخ المعامر كان يحكي لهم كذا كذا كذا، بعدين قال مع الاسف بعض الشيوخ اللي تربي الخونه والعملاء احنا عتبنا عليهم. فجاوب الشيخ ضاري قال له لا سياده الرئيس، قال اعتبره اصبع خايس وقصيناه على الحاج هذا المجاهد هذا العامري. طيب. قال لاك الوكيل. نرجع هسه للاحتلال. بالاحتلال اول رتل دخل عن طريق بعقوبه خان بن سعد امام ويس للراشديه، للشيوخ اللي جابوهم بالهوسات والهذا وصلوا الامريكان يهوسونهم محتفلين بيهم، واللي لزم العقاله بيد والثاني الشماغ يمسح وصال الامريكي بيد اخر. هسه الامريكان صاروا عندهم عملاء ومحتلين وخونه وما عندنا سيادة، ليش هم الأمريكان من 2003 هم محتلين؟ شوف سيد أبو رعد، أنا سمعت حضرتك سيد أبو رعد، سمعت حضرتك يعني، والحديث طال والحدث حضرتك ما دخلت لي بصلب موضوعنا لهذه الحلقة يعني، حتى أيضا لا أحتكر الكلام وقاطعك، ولكن يعني أنت بعدت كل البعد عن موضوعني. أنا أريد أفهم اليوم ليش المواطن العراقي بعد 18 سنة نسبة الفقر به وصلت إلى 50% بحسب تقارير الأمم المتحدة والأرقام الحكومية الداخلية. هذا سؤالي. سؤالك هو بين سؤالك أنه الفقر لأن لاكو وظائف، لاكو مصانع، لاكو إنتاج، لاكو زراعة، لاكو صناعة، منين يجيب شلون يصير فقر؟ هاي الدوائر والوظائف، إذا أنت مو مرشح عندك حزب مصير. حتى هذا الطالب اللي يدرس 20 سنة أو أكثر سنة وياخذ شهادة على شهادة إذا ما عنده واسطة ما يقدر يتعين، هذا الفقر يجي من هالشغلات. طيب. أنا أشكر حضرتك سيد أبو رعد من بغداد، شكرا لك للمشاركة، ويانا حميد من البصرة، تفضل يا حميد. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي المعاناة الحاكمة المجرم وكنت السائرون يعني هم اللي سببوا هذه لكل العراق منذ عمر الاحتلال ولحد الآن، هي هذه الفتن الفاسدة المجرمة وعلى رأسها كنت الفتح وكنت السائرون. نعم. لأن هذه الكتلتين الفاسدتين بعناصر المجرمة يعني احنا ننكر ما فعلت كتله سائحون في ثوره تشرين، يعني هي اللي قتلت الناس وبدم الفاحش جيل ولا وقتلت سيد حميد. يعني لما اليوم نسمع بانه ارقام الفقر بالعراق مستويات مخيفه، نص الشعب العراقي بحسب الارقام هو تحت خط الفقر او على مستوى خط الفقر، ولما نسمع بالمقابل أنه المسؤول في هذه الحكومات يصرف 5 ملايين دولار دعاية انتخابية، لعد هو إيش قد عنده؟ منين جاب هذه الفلوس؟ وشلون نفتهم أنه العراق البلد اللي بيه 50% ناس فقرة بمسؤول يصرف 5 ملايين دولار على دعايته الانتخابية؟ شنو هالتناقض هذا؟ يعني هذه الأموال الدولة اللي تصرف على الكابينات الانتخابية هي كلها أموال دولة، أموال الشعب، هذه زين ولا واللي قام كلها هذه الحكومة بأحزابها بالشاشة يعني اللي هي استعملت أموال الدولة لنشر كابينتها الانتخابية ونشر الأحزاب في كل مكان في بغداد والمحافظات كلها. أموال الدولة هي اللي سببت هالفقر لكل العراقيين من كل مكان من كل محافظة في بغداد والمحافظات بالكامل. نعم سيد. على رأسها
حميد من البصرة، أنا أشكر حضرتك للمشاركة، ويانا السيد عبد الرزاق من بابل. تفضل يا عبد الرزاق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة للموضوع اليوم، بالنسبة للفقر وازدياد الفقر بالمجتمع العراقي، عندما تكون الأحزاب بكثرة بلد أعرف بأنه هذا البلد لا يستقر ولا ينعم بالخير أبد. نعم. ما دامت هذه الأحزاب حاصرة كل شيء بخانتها، يعني من التعيينات، تعرف التعيينات أنت، المحسوبية والمسوبية. أي. والفقير ما إلى بس الله، لأنه اللي يتعين يكون منتمي لهذه الأحزاب. فما دامت هذه الأحزاب موجودة، ما راح المواطن العراقي يستقر ولا ينعم بالخير ولا بالرفاهية. فالانتخابات على الأبواب. نعم. واللي أتمناه من كل مواطن عراقي هو إسقاط هذه العملية السياسية، أن نسقط هذه العملية السياسية أمام الرأي العالمي. شنو الوسيلة؟ بمقاطعة هذه الانتخابات، لأنه خلينا أقول لك أستاذ محمد، فضل. سواء إحنا رحنا الانتخابات أو ما رحنا، هي الانتخابات مزورة ومزيفة. نعم. فيجيروها الصالحهم، فالأفضل شيء خلينا يعني هذا. طيب أنا خليني بما أنه حضرتك دا توجه هذه النصائح للمستمعين وللشعب العراقي، خليني أسأل حضرتك من وجهة نظر أخرى. البعض يقول ليش ما أروح أنتخب وأنتخب الأصلح؟ طيب من الأصلح الموجود برأيك ضمن هذه الأحزاب، ومن اللي يقدر أنه يتواجد وهو وطني شريف مستقل يريد يخدم بلده، أنه يتواجد ضمن مجموعة من اللصوص، من الميليشيات، من أصحاب الشعارات مثل شعار المالكي ما ننطيها؟ منه ممكن يكون موجود هو وطني ضمن هذه العصابات التي تحكم العراق؟ بالنسبة للأشخاص اللي يردون يدخلون بالعملية الانتخابية، هم لربما معتهم الحس الوطني، لكنه ما يقدرون يقامون هذه العصابات وهاي المافيات. فأنا شفت قسم من الكتاب والمحللين يعني اللي لهم احترامهم دخلوا في هاي العملية السياسية، ويعني يقولوا احنا نريد ندخل بها حتى على مدباش العقبة لا نقول احنا ما دخلنا. لا، أنا نصيحتي كل إنسان مثقف أن لي تخدع نفسه ولي تشمر نفسه بأنه هو راح يغير. أي. يعني التغيير من السابع المستحيل ما بوجود هذه الطبقة السياسية الفاسدة. فنصيحتي أكررها إلى كل مواطن عراقي أن يقاطع هذه الانتخابات حتى تسقط أمام الرأي العام العالمي، وعسى والعال نحصل على حكومة وطنية تعيد للبلد سيادته واستقراره. وللمواطن كرامة. نعم. تحياتي لك أستاذ محمد. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل، ويانا السيد أبو زكريا من كركوك. تفضل حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لحضرتك والكادر البرنامج وكل المستمعين الكرام. حياك الله أستاذ. جوابا على موضوعكم وسؤالكم أنه الفقر يعني بالعراق زاد. نعم. وكذا بعد يعني إنشاء هاي العملية السياسية الفاشلة بالامتياز طبعاً. نعم. موضوع تجويع الشعب العراقي وفقر المجتمع مالنا. أي. هذا الموضوع هو عبارة عن مشروع لإبقاء هاي العملية، سر ديمومة السياسيين وبقائهم هو إفقار المجتمع. ما ممكن أن الشعب نعم. أقول لك يعني الهدف كان هو إفقار المجتمع من وجهة نظرك؟ نعم، وجهة نظري وجهة نظر كل المجتمع. أنت أنزل للشارع وتد أنه تجويع الشعب العراقي. نعم. كهرباء ماكو، المي بين يوم ويوم، الفقر زاد، الزبايل منتشرة بالشوارع. خلينا نحكي هيجي سيد أبو زكريا، ليش يتوجه أو ليش توجه المسؤول في العراق كل من ضمن العملية السياسية إلى هكذا توجه إلى إفقار المجتمع، تجويع الشعب؟ ليش ما قدموا الخدمات؟ ليش ما خلوا هذا الشعب مرتاح؟
وهم يوميا نفسهم يقولون يا شعب انتخبني واني اريحك واسعدك واوفر لك اللي محتاجه. يعني ليش اصلا ما وفر هذه الامور دون ان يحتاج الى ان يروج انتخابيا وينفق 5 ملايين دولار دعايه واعلان؟ استاذ، انشئت العمليه السياسيه قبل احتلال العراق واسقاط نظام صدام حسين، انشئت العمليه السياسيه بالخارج، تم الاتفاق وياهم، هاي المؤتمرات اللي دارت، مؤتمر لندن ما قبل مؤتمر لندن، قرار 598 يا أستاذ العزيز، اتفاق وياهم. أمريكا واللوب الصهيوني وحتى إيران هم من شريك بالموضوع، كانوا يختارون، كانوا يطبخون طبخات، يعني بيدهم، منو اللي كان يفيدهم، فلان شخص، المفتاح الفلاني، المفتاح كذا، مفتاح رقم هالكت، هاي المفاتيح اللي كانت عندهم هي مهمة، الأحزاب اللي شكلوها باسم المعارضة العراقية، المعارضة العراقية ما كانت هي معارضة نظام صدام حسين، وإنما هي يعني ثبت بالدليل القطعي هي معارضة الشعب العراقي. والدليل إنه استلموا حكم، كل شيء بيدهم، والعالم وياهم، والشعب وياهم. طيب وياهم، يعني رغم هذا الكلام يطلع واحد مثل هادي العامر يعرضنا في بداية الحلقة يقول الفقر كذبة. أي. يريد يضحك على منه، يريد يقنع منه بهذا الكلام. الفقر كذب، الفقر كذبة بالعراق يا أبو، يا حاج هادي العامر، يا أبو حسن العاد، هاي العالم بدها تلقى الزبائن شنو؟ الله يخليك، رحمة الوالدين. خلي أنا هم من طريق قناتك، عن طريق أنا هم أنازل للحاج أبو حسن. الحاج أبو حسن، هاي العالم اللي عايشة على الزبائن شنو؟ هاي العالم اللي عايشة بالعشوائيات شنو؟ زين؟ أنت مقتنع بموضوع الحاج أبو حسن، هذا الرجل اللي سفك دماء العراقيين؟ والله هو أنا إذا هو أنا شو أقتنع يعني؟ هو شلون أقتنع يعني؟ بس قول لي شلون أقتنع؟ أنا رجال بلدي محتل، وأنا كرامة ما بقت لي، ولا بقت لي سيادة، ولا بقت لي كذا. هو الحاج الهادي أبو عامري وإياد علاوي وأحمد شلبي المقبور والنجم المالكي والأحزاب السنية، هم شاركوا بخراب البلد. خربوا البلد خراب كامل وشامل، وباعوا تفصيخ. سيد أبو زكريا، أشكر حضرتك، شكرا جزيلا للمشاركة. طبعا هناك تحذير من بعض أصحاب المكتبات الصيرفة أو مكاتب الصيرفة في العاصمة بغداد، حذروا من ارتفاع جديد سيطرأ على أسعار صرف الدولار الأمريكي، وحملوا البنك المركزي العراقي مسؤولية هذا الارتفاع بسبب التعليمات الجديدة التي صدرت عنه. يقول أصحاب مكاتب الصيرفة في بغداد أن التعليمات الجديدة والتعهدات التي أعلن عنها البنك المركزي قبل أيام لبيع الدولار للمصارف رفعت أسعار الصرف خلال اليومين الماضيين، وبيّنوا أيضا أن المصارف ستجد صعوبة في تطبيق هذه التعليمات، ويضيفون أيضا أن هذه التعليمات التي ستطبق في 17 من تشرين الأول، يعني 17 أكتوبر، سوف تدفع المصارف والتجار إلى السوق المحلية للحصول على الدولار بدلا من حصولهم عليه من البنك المركزي عبر المزاد، متوقعين ارتفاع أسعار صرف الدولار أكثر خلال الأيام المقبلة. أبو قمر من الموصل، تفضل. السيد أبو قمر من الموصل، تفضل. المطرقة القديمة لا أحد يسأل عليها، العالم قاعدة في الإيجارات. نعم. واليا شغل ماكو، عمل ماكو. نعم. عالم تعب. سيد أبو قمر، مو حيدر العبادي أقام مؤتمر إعادة إعمار الموصل والعراق في الكويت، هذا المؤتمر اللي صار وكذا، وين هاي الفلوس؟ وين العمار والعبادي إجا وراح؟ الله يا ابن عمي، حتى الميزانية ما شفناها، ميزانيتها 5 الموصل، واحد سأل عليه ولا حد يعرف وين راحت وين جت. نعم. ما حدا داعي بيها. إذا مؤتمر دول مانحة وكذا وما سووا شيء، ذول الموجودين اليوم حيسووا لكم شيء؟ ما حيسوون كل شيء، ما كل عمر اللي عنده فلوس يعمر، عنده فلوس ما يعمر، قاعد إيجارات والقاعد بمخيمات والقاعد قاعد بمحلات تعبانة. نعم. سيد أبو قمر، الناس هسه اللي ما عندها شلون عايشة؟ العالم الناس عايشة، والله العالم الناس مناطق يعني تقول
مناطق عند جريات بنت على إيجارات، ناس قاعدة قاعدة بالمحلات، محلات كلها. إجاكم مسؤول، إجاكم مسؤول خلال هاي الفترة؟ إيجار بالشهر نقطة 250. لا، إجاكم مسؤول خلال هاي الفترة؟ أبد ما أجي، كلها فقط عزايم ويبيع صوته بفلوس هاي الحملات يسوها بالموصل عندكم، بالموصل القديمة، هاي العزايم وهالسوالف؟ هاي النواب كلها. شو يسوون النواب؟ مرشح، كل من مرشح هسه يجي ويسوي فوشات حتى العام تنتخب. هذا يمكم بالموصل القديمة يمكم؟ نعم بالموصل، هذا الشيء كله. شو عندكم هذا المسؤول أبو العزايم؟ ما مسؤولين شيء. موعد بشي؟ ما نسمع وما نشوف، كل شيء نسمع حكي وكل شيء ما نشوف. نعم. أشكر حضرتك سيد أبو قمر، أشكر حضرتك من الموصل، وأتمنى إن شاء الله هذا الصوت يوصل لمن يسمع من العراقيين، أنه بعد الدمار والخراب، ولا تزال طبعا الموصل القديمة نسبة الدمار فيها أكثر من 95% بحسب أرقام الدولة، لا يزال هؤلاء أهالي هذه المدينة يعانون، لا تزال هناك جثث تحت الأنقاض، لا تزال هناك متفجرات موجودة تحت الأنقاض، تحت الركام، ألغام وغيرها من هذه المتفجرات. لم تقم حكومات الاحتلال بالنظر إلى مدينة الموصل القديمة، تركتها للميليشيات وللمكاتب الاقتصادية تنهب بالناس وتبتز العالم وغيرها من هذه الأمور. حيدر العبادي اللي في زمنه تم عقد مؤتمر إعادة إعمار العراق والموصل بالكويت وفلوس على أساس واستثمارات ودول مانحة، ما شاف منها ابن الموصل أي شيء، وجا بعد عادل عبد المهدي ما شاف العراقيين منه أي شيء، وهاي الكاظمي نفس الشيء وعود، وحيروح الكاظمي ويجي غيره، وأيضا سيبقى الوعد قائم ولا تنفيذ. ناس يقول لك إحنا يجينا المسؤول هسه بفترة الانتخابات هو سوى عزايم ويروح. أبو عمار، نسمع رأي السيد أبو عمار، تفضل. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ محمد؟ تحياتي إلى قناتكم الشريفة. حياك الله، الله يسلمك. أستاذ محمد، لا مواطن ولا إعلامي يذكرون أكو حالة والله العظيم وصلت لنا من أقاربي وأصدقاء ضباط على الحدود، الأموال مال العتبات المقدسة تذهب إلى إيران، الشعب العراقي ما أدري يدري ما يدري. ويقول هاي الجمهورية الإسلامية الشيعية، الشيعية تبوك تسرق. أبو عمار بس لحظة، حتى وقف وياك على منو اللي قال لك هاي المعلومة وشلون حصلت عليها؟ والله ضباط ما نقدر نحكي بأسمائهم يا أستاذ. لا، بدون أسماء أقصد، بدون أسماء أقصد، أنت تعرفهم معرفة شخصية لو سامع بالموضوع؟ والله العظيم ضباط أكده وبيان أموال العتبات المقدسة تذهب إلى إيران، ويوم من الايام انا وزوجتي في كربلاء وسالنا الاموال يجمعوها في القواني، قلنا لهم هاي الاموال وين تذهب؟ قالوا والله نفس العاملين في الضريح قالوا لنا والله قالوا تذهب الى ايران. يا اخي اذا تذهب الاموال لايران بعد العراق للمرجعيه سيد المقتدى يندعون بالوطنيه والدين والحقوق. اين من هذا الشيء اللي قاعد ينسرق من البلد؟ يتحملون مسؤوليه امام الله؟ هاي الاموال مو اولى بها الشعب العراقي يا ابو عمار؟ نتيجه استاذ محمد، نتيجه العيشه، وهاي العيشه قاعد ايران تسرقها منين؟ من الشعب العراقي. وانا سيد مقتدى يقول انا اريد رئاسه الوزراء. أي. اذا رئاسه الوزراء تقصدوا الظاهرين ونعطيكم رئاسه الوزراء. منين هاي جابها الحكايه اذا ما ماخذ الضوء الاخضر من ايران؟ يعني ابو عمار، هاي الاموال اللي قلت عليها، هاي الاموال مو العراقي اولى بيها؟ العراقي الفقير اليوم اللي ما عنده؟ طبعا اولى بها النازحين. وانا مو بس هاي، أنا أكد على هذا خميس الخنجر كان يسوي مؤتمرات ويتشعل على النازحين، ويجي يوم من الأيام يساوم على من؟ يساوم على العراق مقابل الكرسي ومقابل الأموال. ومحمد الحلبوسي هذا اللي يتزوج بملايين الدولارات،
ما يطيق يقدم خدمة للنازحين ولأعمار الموصل وأعمار الرمادي. يزوج إعلامية بملايين الدولارات. هذا استهتار بأموال الشعب. هذا استهتار. ذولا قبل فترة سيد أبو عمار قبل فترة مصطفى الكاظمي اسمح لي بس اسمح لي أبو عمار خلينا نسولف عليك والموصل والله أضل أشياء أستاذ محمد. بس والله لحظة. أبكي أضل سيد أبو عمار بس لحظة اسمح لي أنا دريد أسأل حضرتك. قبل فترة تم عقد مؤتمر لإعادة الأموال المهربة والمنهوبة في العهد السابق ومن هالكلام. طيب هذا الكاظمي اللي يعقد هذا المؤتمر ليش ما وسع الدائرة وشملت اللي باقوا أموال العراق وقاعدين بصفة، بل هو ربما واحد منهم؟ هذا يريد يستعرض ويضلل على الناس وعلى المجتمع الدولي بأن هو صاحب قرار وهو لا يحل ولا يربط على قوته عنه. حاش لاعب ما مو بيده، بيد الفصائل وبيد إيران الكاظمي. حتى مو بيد أمريكا، صدقني بيد الفصائل وبيد إيران وبيد الميليشيات. يقدم مؤتمرات ويروح للسعودية يعقد صحيح، بس إيران تخلي براحته، بس بيد من؟ بيد الفصائل. تمنع التجارة، تمنع الكهرباء. طيب. إيران تريدها تستفاد يا أستاذي. أموال العراق قاعدة تنهار، ويقول لك الجمهورية الإسلامية. عم الجمهورية الإسلامية تحترم نفسها، ما تتدخل بشؤوني. أنا صحيح شيء على عيني وعلى راسي، إلي حدود ولي دولة ولي سيادة، ما تتدخل بشؤوني. هي صح ما تتدخل، بس اكو موالين إلها، اكو موالين ومخلصين لخدمة إيران. انت ليش تصير موالي؟ انت صاحب القرار، انت صاحب الدولة، انت صاحب الثروة، انت صاحب الجماهير. ما يحتاج إيران تصير عميل إلها. نعم. وأدوات إيران. وصلت فكرتك أبو عمار. أنا أشكر حضرتك سيد أبو عمار من ذي قار، شكرا لك للمشاركة. ويانا السيد أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس لو سمحت نصي صوت التلفزيون بالأخير. جون بعد 2003 متابعين سياسة معاصي ابن أبي سفيان اللي تقول جوع كلبك. سياسة جوع كلبك يفقرون الشعب العراقي، لأنه المعادلة خطأ. أي؟ بلد نفطي ثاني أو ثالث أكبر بلد نفطي بالعالم، وأكثر من 50% 60% من شعبه فقير. أي؟ وهذا وزير المالية يوميا لاحق الموظف المقروض عليه. آخر بدعة الله تعال نأخذ من كل راتب موظف دينار في الشهر. شو كيان بتأمين صحي لك؟ هو وين التأمين صحي؟ تدفع آلاف هي المستشفيات. شلون صار وضعها؟ لك هذا 10,000 ويفحص لك الطبيب بالأخير يسجلوا لك يأجل لك الصيدلي. هذا ماكو، هذا ماكو، هذا ماكو. صحيح. لعد على شنو مسوي المستشفى؟ ثانيا فيديو وأقل إحصائية موجودة أنه من بعد 9/4/2003 لحد الآن. أي. أسأل الكتل والأحزاب والتيارات من أموال الشعب ما يقارب 3 تريليونات دولار إلى الخارج، ويقول لك تعالوا نريد نستعيد الأموال تهرب إلى الخارج. وآخر بدعة هاي هذا شكو مسجلة بأسماء وهمية ومن صعب استردادها. ما صعب استردادها حتى الانتربول وين صار؟ أي. سؤال من أين؟ وين أمريكا تعرف كل بيت إيش عدة من دولارات؟ دول الإمارات اللي صنعتهم وجابتهم وأمريكا وبريطانيا وإسرائيل يعرفون. واحد الفوت كان يبيع رقي، واحد الفوت كان يبيع معين فطرون وعلى الجنايلون، واحد كان يبيع سلافل. فجأة عدة 17 مليار دولار. تعال بابا من جبتها؟ هذا السؤال اللي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في زمانه، وهو سؤال من هذا ما مطبق. نعم. يا وليدي وقال المفسدين والمفسدين هم فاسدين ومفسدين. يعني أبو زينب لما اليوم نشوف لما اليوم أبو زينب تسمعني؟
نعم. لما اليوم نشوف قيس الخزعلي بحملته الانتخابية رافع شعار يا حسين، هل الحسين عليه السلام يرضى بأن يمسك الحكم لص وقاتل ويرتضي بأن يسفك الدم العراقي وتنام الإمرأة العراقية على الرصيف من الجوع والفقر ويشرد الطفل وتشرد العوائل؟ هم يمشون على أي نهج؟ هل نهج الحسين اللي يتشدقون به يوميا ويحملوه بالشعارات هو هذا اللي نشوفه بالعراق اليوم؟ صار لهم 18 سنة يحكمون على نهج الحسين، هذا هو نهج الحسين؟ أخويا العزيز، أخويا الأمر بين، وعلى قولت اللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى. مثل ما الله يرحمه الدكتور أحمد قال من هم السفلة؟ السفلة الذين بالدين، هذول يتخذون ومن الطائفة شعار على مود يغطون على شرقات وجرائمهم وغيرها. الشعب وعى، اتفضل شعب العراق بلد نفطي، اعظم بلد نفطي بالعالم، يدور بقرا اي خدمات، وكل ساعه قام يطلع لك واحد وانا راح ابني دين واسوي مدارس. من 2003 الى الان مدرسه قضيه واحده، كل هالاموال المرصوده لبناء ياخذوها المنفذين ويبنون بها مدارس اهليه. وصلت الفكرة أبو زينب، أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. هناك كارثة أخرى اقتصادية، طبعا احنا نعرض حقيقة والحقيقة مؤلمة والصورة مرة للأسف الشديد، الصورة مظلمة فلازم نعرضها يعني لحضراتكم. اللجنة المالية النيابية شو تقول؟ تحذر من إمكانية نفاد صندوق التقاعد في عام 2023، ينتهي يفرغ صندوق التقاعد في عام 2023 بحسب اللجنة المالية النيابية. رئيس اللجنة هيثم الجبوري حذر من دمار اقتصادي محتمل في حال لم تعالج مشكلة نفاد صندوق التقاعد، مشيرا إلى أن صندوق التقاعد الحالي يدفع حاليا أموال أكثر من إيراداته بنسبة 23%، يعني أكو عجز في صندوق التقاعد يدفع أكثر من ما يأتي. وزارة المالية ردت على هذا الكلام وقالت بأنه ما يشاع عن قرب نفاد أموال صندوق التقاعد غير صحيحة، وأضافت أن الصندوق مستقل وفي مأمن وفقا للوزارة. طبعا مصدر في وزارة المالية إيش قال؟ قال بأنه تخفيض سن التقاعد من 63 سنة إلى 60 سنة أضر بصندوق التقاعد، لأنه أوقف استقطاعات الرواتب من شريحة واسعة من الموظفين لإحالتهم إلى التقاعد في وقت مبكر. هاي أخبار من رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري ورد من وزارة المالية. وفي النهاية هاتين الجهتين الحكوميتين ما الذي قدمتاه للمجتمع العراقي، للاقتصاد العراقي؟ اللجنة المالية النيابية ايش قدمت للاقتصاد العراقي؟ ووزارة المالية ايش قدمت للاقتصاد العراقي؟ آخر ما حدث هو علي علاوي وزير المالية نموذج جديد من نتاج الأحزاب الفاسدة، خفض قيمة الدينار العراقي وخلى الأسعار تنضرب في 3 وفي 10 في بعض المنتجات في الداخل العراقي. المواطن اللي كان عايش على شعره صار اليوم ما يقدر حتى يشتري هاي المواد اللي كان ممكن يشتريها بصعوبة في الفترة السابقة. معنا اتصال السيد أبو عبد الناصر من سنجار، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون؟ تحياتي لك. حياك الله، اهلا وسهلا. الانتخابات يسولفون عليها تغيير، هم لو يريد يغيرون يغير غير من قاعه. احنا مهجرين لا يعني اذا يريد يغير بدون انتخابات يغير. اي ما هو نعم. لا تغيير حياتي. يعني هاي الانتخابات ما راح تغير من وجهة نظرك؟ لا يريد يغير هو بدون كل شيء يغير بدون انتخابات. شلون بإمكانه إنه يغير؟ يغير هو من ذا، هو نفسه راح يرجع، ما راح.
هم يكتبون قوائم وجابوا ما نعم أكو طريق واحد أنت. نعم طيب أشكر حضرتك سيد أبو عبد الناصر من سنجار. وزارة التخطيط طبعا تقول بأنه نسبة البطالة ارتفعت بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية وصلت أكثر من 14%، لكن هناك أرقام أخرى تتحدث عن 40%، وهذه أرقام دولية طبعا تؤكد بأنه البطالة في العراق تجاوزت 40%. طبعا وزارة التخطيط تتنصل من المسؤولية موضوع ارتفاع البطالة وغيرها، وتقول بأن الموضوع احنا ما لنا علاقة، الموضوع كورونا هو السبب. تقول الوزارة بأنه طبعا هذه الأرقام حكومية مشاهدين الكرام، تقول الوزارة بأنه الفقر هو نسبته 31%، هذه أرقام الدولة، لكن الأمم المتحدة حذرت من ارتفاع هذه النسبة لتصل إلى 50%. طبعا الشباب العراقي هم أكثر الفئات تضررا من تراجع الاقتصاد وارتفاع مستوى البطالة. بحسب البنك الدولي شريحة الشباب شهدت ارتفاع ملموس بلغ 36% بالنسبة العاطلين عن العمل. طبعا هناك أيضا حديث بأنه المستقبل مجهول، ينتظر 170 ألف شاب يتخرجون سنويا من الجامعات العراقية ولا يجدون فرص عمل. أيضا البنك الدولي حذر أن العراق بات يقف في مفترق طرق وبلغ نقطة أصبحت فيها الحلول صعبة. أيضا طبعا خبراء اقتصاديون يرون بأن سياسات الحكومات التي أعقبت الاحتلال ساهمت بشكل فعال في تفشي البطالة عبر إيقاف عجلة الصناعة الوطنية وتفكيك آلاف المعامل والمصانع العراقية، هذا فضلا عن الترهل الوظيفي الكبير في مؤسسات الدولة وتوقف الإعمار وإصلاح البنية التحتية. أيضا تغيير سعر صرف الدولار له يد السبق بارتفاع نسبة البطالة هذا العام بسبب العراقيل التي وضعت أمام الكثير من الأعمال التجارية، ليفضي بالنهاية إلى تضخم كبير في الاقتصاد وصل إلى قوت يوم العراقيين. طبعا الأرقام مفجعة حقيقة، يعني مفزعة أيضا بالنسبة لواقع الحال الموجود في العراق اليوم وارتفاع مستويات الفقر والبطالة في هذا البلد. وهناك تحذيرات دولية كثيرة ومستمرة وتأتي دائما إلى حكومات الاحتلال بأن تعالج الأوضاع، لكن لا حياة لمن تنادي. هذه السياسات التخبطية أوصلت البلد إلى هذا الواقع المؤلم الذي نراه اليوم، ويريدون من الشعب العراقي أن يشارك في انتخابهم مرة أخرى حتى يعاني لأربع سنين قادمة. طبعا هذه رسالة حتى السيد عبد الرزاق من بابل أوصل رسالة أو أرسل رسالة إلى الناس لعلها تسمع من مواطن عراقي لأخيه العراقي بأنه أن يحذر من هذه الانتخابات. وسيشارك ينتخب من بالتحديد؟ هل سينتخب الوطني؟ إذا كان وطنيا موجودا ضمن مجموعة من الحيتان الفاسدة، هل سينجح في عمله؟ هل سيمكنه التغيير؟ هل سيحسن الوضع في العراق؟ أول أزمة ينهي وجود مافيات الفساد، مافيات السلاح التي تسيطر على الاقتصاد العراقي. مهمة مستحيلة أن يتواجد أصلا شريف وطني ضمن مجموعة من اللصوص السارقين الذين يقتلون كل من يخالفهم بالتوجه، وبالتالي كيف سيسمحون لشخص وطني أن يأتي ليتواجد لخدمة بلده؟ وصلت وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.